أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين. يا سيد الأخلاق، يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمد، أنشاك ربي رحمة للعالمين. يا حبيبي يا ديبو، وكل أمرك إلى الله، واللي بشوف مصايب الناس بتهون عليه مصيبته. والله يا سليمان، حاسس إنه ربنا عماله بعاقب فيه، كل حياتي مخربشة، ليش مش عارف؟ ما دام ربنا بعاقب فيك وشاعر إنه ربنا بعاقب فيك، استغفر ربك، ربك غفور رحيم. يعني شمعنا من دون كل البشر العقاب نازل علي لحالي؟ والله كتير هيك. استغفر الله العظيم، استغفر ربك يا رجل، شو اللي بتحكيه؟ واحد بتجربتك وبعمرك بيحكي هيك حكي؟ شو بدنا نترك للكفار وشو بدنا نترك للعصاة؟ شو يا سليمان، بتقصد انه انا كافر؟ انا اجيت لك منشان تفرج عني وتخفف همي. والله ما بتقوم، بقول لك اقعد، لسه ما خلصت حكي. ما انت مش عارف شو بتحكي يا ابو العبد، حكيك مثل الدبش. يا سيدي حقك على راسي من فوق، يا صديقي يا ديبو، وانت حبيبي وانت صديق الطفولة، كمل قهوتك. والله يا ابو العبد، انا حكيت لحالي ما حد بيقدر فرج همي ويخفف عني إلا أخوي سليمان. والله يا ديبو، أنت جاي تطلب الفرج من العنوان الغلط. مش بقول لك فعلا أنت العنوان الغلط، وأنا الحق علي اللي إجيت لك. يا ديبو يا حبيبي، أنا عبد فقير زي زيك ضعيف، ما بصير تطلب الفرج مني. إذا بدك تطلب الفرج أطلب من الله الواحد القهار، وصلي على نبيك المصطفى همك بزول. ما في إشي ميسر قدامي يا أبو العبد، وحاسس إنه الله مش معي. كن مع الله ولا تبالي. والله يا ابو العبيد، ما انا عارف ليش الله بيعمل فيي هيك. استغفر الله العظيم، ارجع بتغلط كمان مره. يا ديبو يا حبيبي، اوقف على بابه، ارفع ايديك الى السماء واطلب منه، هو سريع الاجابه. لا اله الا الله محمد رسول الله. ولا تقنطوا من رحمه الله. ديبو خذ نفس وريح لي حالك واحكي لي، انا سامعك. يا ابو الله يرضى عليك، خذ هذول الكروت مع اللحمه وبتوزعهم حسب القائمه الموجوده. حاضر يابا. ابو العبد العبد الله، ابو جهاد المحمود، ابو مصطفى الحسين، وابو فتحي مرتبين حسب الاماكن. هي انت بس اسحبها من اول شارع السعاده وبالترتيب، مهم كلهم موجودين في منطقه واحده. حاضر يابا، والبدايه من عند عم ابو العبد. يابا، اوعى تنسى عمك ابو العبد، بتسلموا الكرت بايده واللحمات مشان يدعينا دعوه حلوه. حاضر حاضر، واذا ملكتوش بالدار بدها تروح عليك الدعوه الحلوه يا حج ابو عابد. اذا ملكتوش فتش عليه تنك تلاقيه، واكد عليه يجي على خطبه اختك فاطمه. والله نيالك يا عم ابو العبد. برضه يابا يا راسخ، كرمال قيمته ومكانته الاجتماعيه، ابو العبد له علينا افضال كثيره، علينا وعلى ناس كثيرين. تؤمر يابا، بدك شيء ثاني؟ الله يرضى عليك يابا، انت بس خلص المهم اللي عليك، واخواتك بخلص المهمة اللي عليهم، وبعدين بتيجوا وبنجتمع وبنكرر شو بدنا نعمل. الله يهونها يابا، يلا بالاذن. الله يرضى عليك يابا، الله يوفقك، يا رب يفرحنا فيك يابا. ارجع تغلط كمان مرة. يا حبيبي يا ديبو، يا صديق الطفولة، ابعد هالشيبات اللي في روسنا، والله مستحق لك ديبو. انت شو اسم ابنك؟ ابو عذاب. ابو عذاب يا سيدي، اسم على مسمى الله وكيلك. ابو عذاب، ابنك الكبير يعني اسمه عذاب؟ الله يخلي اللي عندك. وابن الصغير اسمه كعوش. كعوش؟ وهيك اسمه بشهادة الميلاد؟ لا، بس الكل بينادوه من هو صغير كعوش. شو اسمه الأصلي بشهادة الميلاد؟ اسمه والله العظيم نسيت، والبنت اسمه دمعة، وآخر ولد عندي اسمه ندم. بالله عليك، هاي أسماء بتسمي فيها أولادك؟ يا رجل اتق الله،
اتق الله. حرام علي اسميهم هيك اساميه، والله كثير عليهم. صدقني يا ابو العبد لو رجع في الزمن لورا لسميتهم كلاب. لا 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 حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، من هيك حياتك كلها مقت وزعل. مش بقول لك اسم على مسمى. ما هو انت اللي جايبه لحالك يا ابو العذاب، قصدي يا ديبو. السعاده يا ديبو احنا اللي بنصنعها. كيف يعني؟ والله يا عمي السعاده محرومين منها، والتعاسه احنا بنجيبها لعنا. شوف يا صديقي، من اسباب السعاده انه يكون عندك عيون تشوف فيها الاجمل، وقلب يغفر الأسوأ، وعقل يفكر بالافضل. هاي من اسباب السعاده يا حبيبي. هلا هاي كلها اسباب السعاده، ومنين بدي اجيب هذا كله؟ بدور على جاركم ابو العبد، وين بقدر الاقيه؟ والله يا ابو العبد شفته قاعد في المنتزه مع زلمه غريب. اي منتزه؟ منتزه العين. الله يسعدك تدلني عليه. شايف الشارع هذا؟ ايوه. بتضلك رايح فيه دغري بتلاقي دوار، تاخذ عيدك اليمين 100 متر بتلاقيه قاعد في المنتزه. الله يجعلنا من اهل اليمين، يكثر خيرك ويبارك فيك يا ورد. باين عليك ابن ابو عابد. ايه مزبوط، شو عرفك؟ انتوا جماعه بتبينوا من اخلاقكم العاليه. الله يسعدك، بس ما تعرفت على حضرتك. انا مصطفى ابن ابو مصطفى. انت ابن ابو مصطفى الحسين؟ اه مزبوط، انا ابن ابو مصطفى الحسين. شوي مصطفى ابو مصطفى. تفضل، هذا كرت لخطبه اختي، بتشرفونا. الله يجعله الف 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 مبروك، ان شاء الله بنفرح فيك. الله يسعدك. وتفضل، هاي عقيقه ابن اخوي عابد، اجا ولد قبل اسبوع. مبروك، وان شاء الله بشوفه دكتور. تفضل عنا. الله يسعدك يا رب، اعطيه للحجه. ولا يهمك، يلا مع السلامه. الله يسلمك. ما هو مش الحق عليك، الحق علي انا اللي جيت اشكلك همي. والله ما بتروح. خلص اقعد، انا بدي اسمع لك. اقعد. هات يا سيدي. الله ينتقم منهم، ولا واحد فيهم فاش شغلي. هدول تربايه امهم، الله لا يجبرها ولا يجبرهم. حرام عليك يا رجل، اتق الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا انه ندعي على اولادنا. هدول اولاد هدول الله ينتقم منهم ويفرجيني فيهم يوم بس. استغفر الله العظيم، اتق الله يا رجل، بكفي عاد دعاء. بكفي يا ابو العبيد. اه يا عم انت شو همك؟ انت بتحكي من وساع، انا هم كبير، هم كبير يا ابو العبيد. يا رجل لا تقول يا رب عندي هم كبير، قول يا هم في رب كبير. اولاد عاقين وسيئين، عارف شو يعني عاقين يا ابو العبيد؟ يعني كرهت الساعه اللي اجاني فيها الاولاد. شو قصدك بعاقين؟ قصدك تقول انك انت اللي عاقق اولادك ولا اولادك اللي عاقينك؟ مالنا يا ابو العبيد، شو شافك بلشت تخبص؟ في اب عق ولادته ولا تلعقيني. اسمع يا سيدي هالقصه، في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ابو عذاب. شوف انا اجيت احكي لك من شان تفرج الهمي، مش من شان تقعد تحكي لي قصص وحلاويت فاضيه. فعلا انا اجيت العنوان الغلط. اقعد يا ابو عذاب، اقعد. انا بدي افرج همك من هالقصص والحتاويت اللي انت بتسمعها. بركي تغير هاللي في راسك هذا الطنجرة. أبو العبيد الله يرضى عليك، ما تغلطش فيي، أنا جيتك من شان تفرج لهمي مش من شان تنشف دمي. إجا واحد لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكي عن أولادته إنهم عاقينه، زي ما أنت هلأ بتشكي إنهم أولادتك عاقينك. تفضل يا سيدي كمل، سامعك. أمر سيدنا عمر بن الخطاب رجل الشرطة إنه يحضر ابنه. أكيد عشان يعلمه الأصول، أو عشان يحبسه، أو عشان يعدمه إعدام. لما إجا الإبن قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أليس للأبناء حقوق على آبائهم؟ فقال له أمير المؤمنين: نعم. الحمد لله رب العالمين، أنا كل حقوق أولادي معطيهم إياهم، حتى فلوسي ومصاري بين إيديهم، وبخليه الشغلة في السوق لا من لحمة ولا من فواكه إلا أول واحد في البلد بجيبها على البيت. سأل الإبن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ما هو حق الإبن على الأبناء؟ قال: ثلاثة، أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن تسميته، ويعلمه القرآن الكريم. فحكى الإبن للخليفة أن أبوي ما اختار أمي مليحة إلي، ولا علمني القرآن ولا إشي من الدين، وسماني عكوش، قصدي عذاب، قصدي سماه جعل يعني خنفساء. هيو عم أبو العبد. هذا قاعد مع أبو عذاب. ولو يا عم أبو العبد
شو مقعدك مع واحد مثل هاد؟ غريب. اسمع ماذا قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه للرجل الذي جاء يشتكي على ابنه. قال له: يا هذا، لقد عققت ابنك قبل أن يعقك، ولقد أسأت له قبل أن يسيء إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا في عمي راسخ، يا غالي يا ابن الغالي. أهلا بك عم أبو العبد. اقعد، خلينا نطلب لك إشي عمي. شكرا لك يا عمي، أنا مستعجل كثير لأنه أبوي وكلني بمهام لازم أخلصهن. صاحبك أبو عابد. طمني، كيف هو الحاج؟ إن شاء الله كويس وصحته منيحة. إن شاء الله بتضلك بخير وتمام يا عمي، طول ما أنت بخير إحنا بخير. هاي بطاقة دعوة لخطبة أختي فاطمة، بقول لك الوالد بده إياك تكون موجود معنا بالخطبة لأنك أنت مثل عمها. خطبة فاطمة؟ ما شاء الله، هذه الزغنونة الصغيرة صارت عروس. الله يتمم على خير يا عمي، وعقبال ما نفرح بعرسك. الله يسعدك عمي، سلامة خيرك. هذا في عقيقة ابن أخوي عابد، أجا ولد قبل أسبوع، عقبال عندي ولاد عبد الله وميمون. الله يجعله مبروك يا عمي. الله يبارك بعمرك يا عمي، يلا بالإذن. خليني أعرفك على أبو عزاب، اقعد. متشرف يا عمي، سلمنا على أخونا ندم. هذا أنت بتعرف أبو عزاب؟ أنا بعرف ابنه ندم، أنا وياه بكلية واحدة في الجامعة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصور يا راسخ، أنا ممكن أعيش عمري كله بدون ما أتجوز. وهنادي لما حكت لأهلها إنه بدي أجي أخطبها، أهلها رفضوا عشان سمعت أمي، سمعتنا أنا وإخوتي بين الناس زي الزفت. وأخوي عذاب صار له 5 سنين بحاول يتجوز مش راضي حد يقبله، والكل رافضه. وأختي دمعة ما حد راضي يدق بابها أو يطلبها، مش عارف شو بدي أعمل. مش عارف. أول مرة بعرف إنه إلك ابن في الجامعة، عمرك ما جبت لي سيرة. لأنه يا سليمان خرج عن طوعي، أنا كنت بدي إياه يدرس تجارة وهو حضر جنابه درس لي شريعة. شريعة؟ ما شاء الله ما شاء الله. قد ما حكيت لي عن أولادك يا أبو عزاب إنهم سيئين وعاقين، اتخيلتهم زي الشياطين. بدون زي، هدول الشياطين أصلا طالعين لأمهم. حتى ندم؟ ما هو الشيطان الأكبر. بصراحة مش داخل راسي واحد بده يدرس شريعة ودين وكلام ربنا شيطان أكبر. ما ظنيت. خرج عن طوعي يا أبو العبيد، هو بالذات بده يدرس على خاطره وبده يشتغل على خاطره وبده يتجوز على خاطره ومش راضي حدا يعطيه. احكي لي كيف وضع بنتك دمعة؟ دمعة هي أصلح واحدة في ولادي، أحيانا بتشبه أمها بس يعني بتسيرني بتطوعني. تزوجت؟ لا، وبصراحة ما حد دق بابي يا أبو العبد، وبصراحة ناوي أكتب لها الأرض اللي في الضاحية بلاش يسري إشي وتنظلم. قلت لي قبل لا تنظلم، واللي عشان تعرف كيف تبيعها بعد ما سوقت سمعتهم بين الناس وما حدا رح يجي يطلبها. ما هو مش الحق عليك، الحق علي أنا اللي جيت أحكي مع واحد مثلك بفهمش. وهي أنا يا سيدي بدي أقوم معك، مش لأنه أنا بفهمش، لأن أنا فهمتك وعرفتك وعرفت سبب المصايب اللي أنت فيها. حل عني وشوف لك واحد تاني اشمت فيه، بديش تمشي معي. بدي أنا أروح أنا وياك على بيتك، لازم أشوف ولادتك وأسمع منهم. لازم يا رجل ترحمهم، لازم ترحم بنتك. هدول الناس اللي أنت قضيت عليهم بإيدك، لازم تصلح اللي أنت غلطت فيه. أنت بتزيد همه وجرحي، بحكي لك حل عني أحسن لك. هلا انتهى الموضوع يا أبو عذاب، وما في إمكانية نصلح الأسماء، بس في إمكانية إنك أنت تصلح حالك مع أولادتك، اتعاملهم معاملة حسنة. يعني هلا يا سليمان ابن صاحبك أبو عابد اسمه راسخ ألطف يعني؟ نعم، اسم راسخ اسم عظيم، وكل أسماء أولادته ما شاء الله عليها. شو بدك أحلى من اسم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هلا بدك تقنعني إنه أسامي ولادتي عملت لهم مشاكل في حياتهم؟ رسولنا الكريم يا ما غير أسماء صحابه، والاسم له تأثير على صاحبه، ومن حق الأبناء إنه يكون أسماءهم جميلة. والآباء ما لهم حق عند أولادهم؟ بر أولادك ببروك، وإنت عقيت أولادك يا أبو عذاب قبل ما يعقوك. يعني هلأ يا سليمان أنا بقدر أصلح أساميهم؟
هذا الاشي صار له من سنوات. هلأ يا أبو عزام بتقدر تصلح حالك معهم، توقف معهم وتدرسهم وتعلمهم وتعلمهم دينهم، مش تمنعهم يتعلموا. أنا يا أبو العبد ما كانش قصدي إنه ما يتعلمش الشرع، بس أنا كان بدي إياه إنه يتعلم تجارة عشان يساعدني في تجارتي. يا رجل ناقشهم في الرأي، أعطيهم حرية التفكير، هذه أبسط حقوق عليك إلهم. وهذا اللي خلاك تقولي إني ذبحتهم وإني أجبت في حقهم يا أبو العبد وإني قضيت على حريتهم. أكثر إشي ضرب ولادتك وبسمعتهم يا أبو عزاب إنك في مجالسك دائما كنت تذكرهم في السوق، وأنا عمري ما سمعتك جبت سيرتهم بالخير. ولما ابنك بده يروح يخطب لبنت وبسأل عنه وبشوفها السمعة اللي إله، يا سلام مش رح يعطوه. وبنتك صبية وحلوة مثل القمر، لما بسمعوا هيك سمعة ما بيجوا يخطبوها. واليوم يا أبو عزاب الناس بتفتش على المخول، مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اختر لابنك خالا، والناس بتختار الخال. ارحم أولادك يا أبو عزاب، عاملهم معاملة حسنة، اشتري أولادك بأنك تعاملهم معاملة حسنة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا، واجعله يقلب في صدره للهادي في حسن الخلق، حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقاً.